بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. وقد مر في الحلقة السابقة بعض الأحكام المستنبطة من هذه الآيات، ونواصل في هذه الحلقة وما بعدها بقية ما يسر الله أو ييسر الله جل وعلا من ذلك. فيؤخذ من هذه الآيات أن من أغراض الجهاد في سبيل الله تخليص أراضي المسلمين من الكفار، فهذا من أغراض الجهاد. والغرض الأول من الجهاد هو أن تكون كلمة الله هي العليا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله، مع تخليص أراضي المسلمين من الكفار الغاشمين. ويؤخذ من هذه الآيات أن المسلمين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله وهم يستطيعونه، فإن الله يعاقبهم بالخسران العاجل والآجل، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أما إذا كان ليس في المسلمين قوة لقتال العدو فإنهم يؤجلونه مع قيامهم بما يستطيعون من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب التأدب مع الأنبياء وولاة الأمور وتحريم معصيتهم، فإن بني إسرائيل لما عصوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، عاقبهم الله سبحانه وتعالى أشد العقوبة. ويؤخذ منها وجوب التوكل على الله في حصول النصر وعدم التوكل على الأسباب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فنحن نعد العدة للجهاد في سبيل الله ونتوكل على الله في حصول النصر والنتيجة، ولا نعجب بما عندنا من القوة والعتاد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فلا يجوز الإعجاب بالقوة أو بالشجاعة، وإنما يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيجمع بين الأمرين: إعداد القوة مع التوكل على الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. يؤخذ من هذه الآيات تحريم التخذيل عن الجهاد نظرا لحالة العدو، فلا يجوز للتخذيل المسلمين وتوهين المسلمين، وإنما الواجب العكس وهو التشجيع وإظهار القوة والشجاعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يمنع المخذلين والمرجفين من الخروج مع المجاهدين. قال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم، يعني المنافقين،
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم التطاول على الله وعلى رسله بالكلام السيء، مثل قول بني إسرائيل اذهب، مثل قول بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه مقالة شنيعة والعياذ بالله. ويؤخذ من هذه الآيات سوء أدب اليهود مع الله ومع رسله، وهذا في كل وهذا حاصل منهم في كل زمان ومكان، لا سيما في هذا الزمان في حق محمد صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك مع عيسى عليه السلام فإنهم أيضا أساءوا في حقه وتنقصوه ووصفوه بأقبح الأوصاف، فهم هذا ديدنهم. إلا من هدى الله منهم ومن عليه بالإسلام فإنهم أهل استقامة واعتدال، كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذا في زمانهم، فكانوا متمسكين بدينهم ومتبعين لرسلهم، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا كله في من دخلوا في الإسلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأضافوا إلى ما سبق من حسناتهم حسنات جديدة، فالله يؤتيهم أجرهم مرتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هذا خطاب لأهل الكتاب وحث لهم على أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيضيف الإيمان به إلى الإيمان بالأنبياء السابقين ليحصلوا على الأجر مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فإن موسى عليه السلام قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فلما لم يدخلوها حرمهم الله منها وبقيت في قبضة الكفار إلى أن جاء من أتباع موسى من صدق في إيمانه وجهاده فخلصها منهم. وهكذا الأمر في كل زمان ومكان، إذا ترك المسلمون الجهاد وهم يستطيعونه سلط الله عليهم عدوهم واحتلوا بلادهم وأذلوهم، فلا عزة للمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل بأنواع الجهاد. الجهاد يكون بالسلاح ويكون باللسان ويكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون بالدعوة إلى الله، كل هذا من أنواع الجهاد. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.